الله يقول: إذا تكلم بعض العلماء في جرح أحد من الناس وسكت الباقون، هل هذا يدل على إقرارهم بجرحه؟ ما يجوز للعالم، العالم الصحيح ما يتكلم جرح الناس، يتق الله ولا يجرح الناس. أما العالم اللي يعني تمشي حاله، هذا دور العيوب على الناس، والعيوب فيه هو، وأكثر منهم عيوب. ما يجرح الناس إلا إنسان أكثر منهم عيوب، خذوها قاعدة. المسلم يحفظ لسانه عن الكلام بالناس، ولا يغتاب الناس، ولا يجوز السكوت، يجب يناصح أنه يترك الناس ولا يتكلم فيهم. نعم، لو رفع الأمر إلى القاضي أو إلى المسؤول وقال فلان ما يصلي، فلان يفعل كذا من أجل أنه يؤخذ على يده، يعني ليست غيبة. أما أنه في المجالس ناس ما غير يتفقهون في أعراض الناس، هذا ما يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما